السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم من مرجع الواضح في النشاط العلمي الخاص بالسنة الثالثة من التعليم الابتدائي تحت عنوان ما تأثير التلوث على جهازي التنفسي. إذا الهدف من هذه الحصة هو أن نتعرف تأثير التلوث على الجهاز التنفسي عند الإنسان. إذا لنبدأ من النشاط الأول، نشاط أنطلق. ألاحظ الصورتين وأعبر. لاحظوا معي الصورة الأولى للطفل، يعني لاحظوا أين يتواجد، يعني في مطرح نفايات. إذا بطبيعة الحال المكان سيكون ملوث وهواؤه ملوث كذلك. لاحظوا الصورة الثانية، لاحظوا يعني العلاقة بين الصورتين. أصيب بأمراض نتيجة يعني تواجده بهذا المكان الذي يعتبر مكان ملوث. إذن أتساءل، التساؤل الذي نطرحه خلال هذه الحصة، ما تأثير التلوث على جهازي التنفسي؟ إذن لنصوغ بعض الفرضيات أو فرضية. إذن يؤثر التلوث سلبا، يؤدي إلى الإصابة بمجموعة من الأمراض التنفسية. إذن يؤدي التلوث إلى الإصابة بمجموعة من الأمراض التنفسية. إذن سنتعرف عبر أنشطة أختبر بعض آثار وأضرار التلوث على الجهاز التنفسي عند الإنسان. أولا، أبحث في وثائق عن مصادر تلوث الهواء وأسباب إصابة الجهاز التنفسي. يعني سنبحث عن أهم مصادر تلوث الهواء وعن تأثيره على الجهاز التنفسي. ثم أصف ما تعبر عنه الصور، ثم أملأ الفراغ بما يناسب. إذا لاحظوا الصورة الأولى، لاحظوا الدخان المنبعث من عوادم السيارات. إذن فهو يعتبر دخان سام ودخان ملوث للهواء. لاحظوا معي الصورة الثانية كذلك، لأن الدخان المنبعث من مداخن المصانع، إذن فهو كذلك يعتبر دخان ملوث للهواء ويؤثر يعني به مجموعة من الغازات السامة التي تؤثر على الجهاز التنفسي عند الإنسان. بينما الصورة الثالثة، لاحظوا للطفل وهو يضع الكمامة التي تقوم بفلترة الهواء، يعني فلترة الهواء الذي يتنفسه هذا الطفل لكي تحميه وتقلل أخطار تلوث الهواء على جهازه التنفسي. إذن لنتمم هذا النص، يتلوث الهواء أساسا بسبب الدخان المنبعث من وسائل ومداخل من ومداخل المعامل، إذن من وسائل النقل. إذن يجب أن يكون هنا وسائل النقل، إذن النقل ومداخل المعامل. يرتدي الطفل كمامة تقي جهازه التنفسي من ماذا؟ من تأثير الهواء الملوث. إذا الآن سنتوقف عند خلاصة الدرس أو أستخلص فقرة أستخلص. أملأ الفراغات بما يناسب. إصابتي الملوث أمراض سامة. يحتوي الهواء الملوث على ماذا؟ على مواد سامة تؤدي إلى ماذا؟ إلى إصابة الجهاز التنفسي بماذا؟ بعدة أمراض تنفسية كالحساسية والربو والسعال. إذا نتوقف الآن عند نشاط استثمر. Je me crois devant la bonne réponse. سأضع علامة أمام الجواب الصحيح. Les enfants qui ont des problèmes de respiration sont ceux qui habitent. يعني الأطفال الذين لديهم يعني مشاكل تنفسية هم الأشخاص الذين يعيشون داخل المدن الكبيرة أو في البوادي.
أو يعيشون قرب يعني الطرق السريعة، الطريق السيار، لي زوتوغوت دون لي غراند فيل او بيان دون لي كومباني او بيان بري دو دي زوتوغوت. دونك الجواب الصحيح هو دون لي غراند فيل بيان سور، لانه في المدن الكبيرة توجد مصانع ووسائل نقل بكثرة جدا، بينما الـ يعني البوادي فهواء نقي، وكذلك الطريق السيار فهو غالبا ما يكون يعني وسط الجبال او وسط الغابات او وسط، فالطريق السيار لا يمر مباشرة من المدن الكبيرة التي يمكن ان نقول بانها هواء ملوث. اذا الجواب الصحيح هو دون لي غروند فيل. اذا اصدقائي بهكذا نكون قد انهينا الاجابة عن هذه الحصة الخاصة بتأثير التلوث على جهاز التنفسي. موعدنا ان شاء الله تعالى مع الحصة القادمة، ما مصادر الأغذية التي أتناولها؟ كونوا في الموعد. إلى ذاك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.